Yeah, I think alhamdulillah we played a good game. We won the game, and that's the most important the result. Maybe we had to score some more goals, but alhamdulillah, was with a lot of new players today, so I'm happy that we did very well, and I want to thank the fans for the good atmosphere. ان شاء الله سنحقق الفوز نزيدو لكم باش نزيدو نساجمو ونخدمو الجروب مزيان ان شاء الله. الحمد لله على الانتصار ديال اليوم. نشكر الجماهير المغربيه اللي حضروا في كاس الافا، ماشي مغربش على الجماهير المغربيه اللي كتبغي الكره. انتصار اللي جا مهم من بعد الاكساء في الكاف. الحمد لله الانتصار غادي يخلينا اننا نشتغلوا باريحيه للاستحقاقات المقبله ان شاء الله اللي تابعه. الحمد لله احنا مغاربه، احنا شعب طبيعي كينسجم مع بعضياته، الحمد لله اللي كيجي العائله كينسجم، كيجي ينسجم مع خوته مع العائله ديالهم كاينش مشكل. ايوا الحمد لله. واحد الفرقه اللي ماشي سهله اللي في كاس افريقيا كان هزت الثقه، خسرت مع نيجيريا، على هادشي كنا بغينا نلعبوا ضدهم، علاش واحد الفرقه اللي كتكبر في افريق وهما هاد ليزوبوزيسيون اللي غنلعبوا ان شاء الله في الفوتور في الدار. دونك بغينا من الاول نشوفوا مع الدراري واحد اوبوزيسيون اللي ما غاديش تكون سهله. واحد فرقه اللي بيان اورغانيزي اللي عندهم ان بوتونسييل. الحمد لله بدلنا السيستم اليوم مع الجايه ديال ابراهيم ديال بن سيغير، دخلنا بقار، بغينا نشوفوا شي دراري جدادين، دخل عزوزي، دخل امير،
دونك لي ماتش اميكو تاع رحيمي برافو عليه على الدخله ديالو. دونك فوالا ليفيكتيف دا كي كبير وهادشي اللي بغينا باش يكون عندنا ليفيكتيف ديال لو او نيفو باش على اللي تابعنا ماشي ساهل باش يكون عندنا ليفيكتيف ديما موجود ان شاء الله. بالنسبه للمقابله ديال موريتانيا الجايه شنو غادي تنجبد؟ غنشوفوا شكون اللي موجود، غنشوفوا الفرصه اللي غنحتاو لشي دري عاد اللي ما لعبش اليوم عاش راجع بشي بليسيور، غنشوفوا واش يقدر يدخل حتى هو علاش نسينام اللي عاد لي حتى هو ما دخلش اليوم. غنشوفوا شكون اللي غنحتاو في الماتش اللي جاي، عندنا 3 ايام باش نرتاحوا، كان رمضان حتى هو اللي ما كيعاونش في لو كوتي اتليتيك. لحق لي مهم هي نديروا اون ريفيو ديفيكتيف كامله، نحطوا لا فورس كاملين علاش عارفين عندنا عام باش نوجدوا على هاد لا كوب دافريك. واللي فرحان اليوم هي ليتا ديسبري، لعبنا الكره، جاونا بزاف فرص، هادي سان ديتاي اللي مهم، خصنا نكونوا بلوز افيكاس علاش في كره القدم اللي ما عندكش هاد ليفيكاسيتي تقدر تخلصها. واليوم شفنا هما بواحده ولا جوج يقدروا يماركيو، حنا ما يمكنش تكون عندنا اوتون دوكازيون نماركيو غير واحده بحال هادي، غتجي مع الوقت ان شاء الله.